بسم الله الرحمن الرحيم. نحن سعداء اليوم بافتتاح المقر الجديد لكلية انسياد. هذا المقر سيفتح آفاق جديدة لهذه الكلية لخدمة القطاع الحكومي والقطاع الخاص في أبوظبي والإمارات وأيضا في المنطقة بأسرها. وجود كلية انسياد في أبوظبي يأتي في إطار رؤية استراتيجية تتعلق بأن أبوظبي تكون مركز للسياحة بأنواعها، سياحة المتاحف، السياحة العلاجية وأيضا السياحة التعليمية. نحن في أبوظبي الآن لدينا بالإضافة إلى المؤسسات، إلى مؤسسات التعليم العالي المحلية، لدينا كلية انسياد، لدينا جامعة السوربون، لدينا جامعة نيويورك. هذا يعني يجعل أبوظبي مركز، لا أقول على مستوى إقليمي بل على مستوى عالمي، تجمع مؤسسات تعليم عالي متنوعة متميزة على مستوى العالم، تقدم برامج تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى، وهذا بالحقيقة يعني يفتح آفاق لنا لتطوير الأداء الحكومي، تطوير القطاع الخاص، تحويل أبوظبي إلى منصة عالمية تقدم خدمات على مستوى العالم. أنا أشكر الحقيقة القائمين على الكلية في أبوظبي على العمل الذي أنجزوه في هذا الوقت القصير، وأيضا أشكر الأخوة في سوق أبوظبي العالمي على الخدمات اللي قدموها والتسهيلات من أجل إنجاز هذا العمل في هذا المقر في وجه قياسي. دائرة التعليم والمعرفة وافقت مشكورة على نقل انسياد الكلية العالمية العريقة إلى مقرها الجديد في سوق أبوظبي العالمي، ونحن طبعا نعتقد أن وجود انسياد سيكون أساس لبناء برامج تدريبية عديدة في القطاع المالي والمصرفي. احنا سعداء جدا بوجود انسياد معنا هنا في جزيرة المارية، ونتمنى ان شاء الله ان يكون اهتمام الشركات والافراد بوجودها اكبر من خلال هذا المقر المميز ان شاء الله. Are now as well the leading business school for the Middle East and Africa, which is the goal of this campus. We grow only as the demand is there. We want to have a business school which is of the highest quality and which is self-sustaining. The partnership with Abu Dhabi Department of Education and Knowledge has been incredibly positive for us.